بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Creating a Multi-Column Text. يمكن نكون يا جماعة اتكلمنا عن مفهوم المالتي كولوم ديت قبل كده في أماكن مختلفة، وبالتحديد اتكلمنا عنه في اللاي اوت في سي اس اس، في كورس السي اس اس لما اتكلمنا عن ازاي اعمل لاي اوت باستخدام الكولوم، يعني فاهمني بالفلوت والبوزيشننج والكلام ده. المرة دي راح نحاول نستعرض طريقة تاني اعمل بيها كولوم. خلينا اقول انا هعمل فوكس في سيشن اليوم عن التكست بس يا جماعة، تمام؟ انا هركز في شغلي على قصة تكست. طيب الخاصيه اللي معانا يا جماعه، طب هو في الاول كده انا معايا ملف اتش تي ام ال بتاعي وعامل انلايننج اسف عامل ستايل رول، يعني السي اس اس بتاعتي تفضل في نفس الملف، وفاتح ديفيجن وكاتب فيه نص، جبت فيه نص كوبي وبيست من لوريم ابسوم يا جماعه، وجاهز اني نتكلم عن الخاصيه دي، تمام؟ او الخاصيه دي يا جماعه اسمها كولم كاونت هايفن كاونت. تمام، كلام كاونت انت بتحاول بعد منها تحدد عدد الاعمده اللي انت عايز تحول النص اللي مكتوب، انا عامل كونتينر ديف عايز تخليه يتقسم على كام عمود بالظبط، فاهمني؟ يعني انا مثلا لو قلت ثلاثه وعملت ايه قفلت الفصل المنقوطه بتاعي، انا مش محتاج طبعا يا جماعه هنا تمييز، مش محتاج وحده قياس بمعنى ادق، فاهمني؟ لو انا عملت كنترول اس كده ورحت على البراوزر تبعي ده الوضع الافتراضي وعملت ريلود الاقي ان هي اتقسمت لثلاث اعمده. طب لو انا قلت له مثلا اربعه وعملت كنترول اس هلاقي ان الموضوع اتقسم لاربع اعمده، وانت ادي عمود بعد ما يخلص الثاني بعد ما يخلص الثالث وهكذا، فاهمني؟ والمساله برضو بتزيد زي ما انت ايه على حسب الـ 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 الرقم اللي انت بتحطه، اوكي؟ ده بالنسبه للكلام كاونت ديت يا جماعه. الجانب الثاني كان خاص بالكلام جاب، وازاي بالظبط ما تبادر الاذهان يا جماعه، الجاب ده بمثابه هو بالظبط اللي في بالك الفراغ اللي ما بين العمود واخوه، ده اللي انت بتحاول تحدده بالظبط، فانت بتحدده والقيم اللي راح تتحدد دي يا جماعه يعني محتاجه وحده قياس، تمام؟ يعني انا لو قلت له مثلا الجاب عباره عن 10 بكسل اللي هي الفراغات اللي ما بين النص والتاني مثلا عباره عن 10 بكسل ورحت عملت ريلود الاقي ان المساله، طيب خليني اخليهم ثلاثه ونشوف يعني لو انا خليتها ثلاثه بحيث انها تبقى اوضح اكتر، لو عملت كنترول اس وريفرش كده الجاب اللي ما بين الاثنين المفروض ان هو يكون 10 بكسل، لو انا عليته شويه وخليته مثلا 50 بكسل وكنترول اس وعملت ريلود الاقي ان الجاب اللي ما بين الاثنين يبتدي يوسع شويه، فبيحصل رابنج يعني الكونتنت لغايه لما يظهر فوق، تمام؟ ده بالنسبه للكلام جاب. البروبرتي الثالثه يا جماعه كانت اسمها الكلام رول، وفي الكلام رول يا جماعه انا راح نحط الشورزن على طول، وبنقول ان في الطريقه المختصره بتاعتها انت بتمشيها زي ما بتمشي البوردر بالظبط، فاهمني؟ كنا بنقول البوردر مثلا 1 بكسل سوليد ريد 5 بكسل نفس السيناريو ده يا جماعه، يعني انا لو قلت له مثلا 1 بكسل وقلت له سوليد ومثلا ريد وخلصت القصه دي الرول ده خليني نشوف كده وانت هتستنتج هو هيعمل ايه. هيحط لي الخط اللي في النص ما بين كل عمود والتاني واللي هيقسم لي المسافه اكزاكتلي بالنص، فاهمين؟ يعني هو ده في نص الجاب يا جماعه ما بين الاثنين ده اللي هو اسمه رول، وطبعا انت بتحدد مثلا هو بيكون عرضه كام، ممكن تغير في القيم ديت، مثلا ممكن تخليه دوتد، ممكن ما تخليهوش ريد، ممكن تستخدم مثلا شفرة اللون هاش سي 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 زي ما انت عايز، والناس عارفه طبعا القصه ديت، وانا عملت ريفرش هلاقي ان القيم بتاعتي ابتدت تتغير، وكل واحده من دول بتمشي بكيفيه او ليها مجموعه من الاوبشنز الخاصه به، تمام؟ اوكي، النقطة اللي عايزين ننوه ليها يا جماعة بخصوص موضوع الفيندور بريفكسز ده، لو أنا رحت لصفحات ام دي ان فايرفوكس بيقولوا في السبورت بتاعها كروم بيدعمها، واجهة جيكو على فايرفوكس بتدعم فيندور بريفكسز بموزيلا، ومعايا ابل سفاري فيندور بريفكسز ويب كيت، يبقى انا محتاج الويب كيت ومحتاج الاثنين دول، انا تمام يا جماعه؟ يعني انا محتاج الاثنين فيندور بريفكسز دولت عشان السبورت بتاع البراوزرز دولت، متفقين؟ فانا لو كده انا محتاج طيب اني انسخ الكود ده مره بكنترول سي
كنترول في مره والكنترول في مره. المره الاولانيه ديت هحط فيها الفيندور جرافيكس بتاعت موزيلا يا جماعه ام او زد، واخد الكلام ديت بكوبي وبيست، والمره الثانيه علشان واجهه علشان فيندور مع فيندور بريفكسز ويب كيت علشان تقريبا الابل سفاري وكده، واخد الكلام ده ياد بكابي. الكلام ده الناس عرفت الهدف من القصه ديت في السيشنز اللي فاتوا، فانا بحجج اكبر الكلام مش راح يتاثر على كروم، يعني على اني كده كده كروم ما عندوش مشاكل في القصه دي. المشاكل في بقيه البراوزرز الثانيه، لو انا عملت ران وقلت له لانش ان فايرفوكس المفروض انه تلاقيه اتنفذ على نحو سليم، لاني حاطين الفيندور بريفكسز بتاعت كروم يا جماعه بتاعت فايرفوكس. والنقطه الثانيه على ابل سفاري برضو المفروض تلاقيه اتنفذ بشكل سليم عشان احنا حاطين كده تمام، هو كده اتنفذ. ادي الفكره، يمكن تكون الناس اخذت بالها بان هنا راوند الدوتد، تحس انها راوند شويه دايره، فاهمني؟ في حين ان الدوتد هنا تحس انها مصمطه شويه. تمام، الجانب الثاني لو انا حاولت افتح الصفحة اتسلف ببراوزر مع ابل سفاري على سفاري، هلاقي ان الموضوع برضو بنسبة كبيرة محلول، لاني برضو حاطط نفس السيناريو بتاعي انه فكده ايه، انا حققت اكبر قدر من التوافقية مع البراوزرز بتوعي. ده بالنسبة للخاصية ديت يا جماعة اللي هي كانت خاصة بالمالتي كلام تكست. نكون حريصين شوية، يعني انا مش عايز نقول انا ما استخدمتهاش في اللي اوت، بس انت ممكن تستخدمها في التكست لو انت عندك صفحة فيها مجموعة من النصوص وعايز تستخدم القصة ديت يا جماعة. تمام، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.